هاي ترى ضيج مو راضي يتسكر. اكيد ما راح يتسكر حبيبي، كل يوم طايح له بطاط وكاكاو وبيبسي وما تسمع الحكي. تعال اشوف. جاهزين؟ ايش فيكم؟ رح شوف لك بنطلون ثاني غيره. ما عندي غيره يما. تعال 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 تعال. شنو ما راح تسكر؟ تعال يما. غيره ما عندي. ايش ما عندي غيره؟ شوف معقوله ما عندك ولا واحد ثاني؟ تعال. المسح بس. ما يصير لازم رمادي. ما يصير مخالف، هذا مال رياضه. يا بنت الحلال خليني البسها باكر لواحد ثاني. روحي روح 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 البسها.